ايضا معايا في هذه اللحظات محمد الشناوي احد نجوم النادي الاهلي وحارس مرمى الفريق. الشناوي برحب بيك في البدايه وببارك لك على الفوز النهارده، فوز كبير جدا، وايضا عايز ابارك لك على الاداء الرائع خلال المباريات السابقه كلها اللي انت بتاديها مع النادي الاهلي. ربنا يخليك يا امير، والله طبعا يعني بشكرك طبعا على الكلام ده، وانا الاداء ده بيجي طبعا من كتر التعب في التمرين ومع زمايلي طبعا، وطبعا مع كابتن طارق، وطبعا مش انا لوحدي، الفرقه كلها بتتعب واحنا كلنا مركزين، واي ماتش بناخده يعني الماتش بتاع بونت، عشان كده احنا كلنا مركزين، وطبعا ده بيجي المجهود طبعا بتعليمات الكابتن حسام طبعا الجهاز الفني، وربنا يكرم ان شاء الله الفتره الجايه صعبه اللي جايه، اصعب من اللي فات، عشان عايزين نحسم الدوري بدري ان شاء الله، ربنا يكرم ان شاء الله. رؤيتك في المباراه النهارده، وان احنا كنا تقدمنا بهدفين لكن اتعادلنا 2-2، شايف اسباب ده ايه؟ وايضا قدرنا ان احنا نعود في المباراه ونكسب 5-2. لا والله ما فيش اسباب ولا حاجه، انت الماتش اللي فات انت صعب جدا تلعب في فرقه ماتشين ورا بعض، انت درستها الماتش اللي فات كويس قوي، هم طبعا اكيد طبعا يعني الماتش اللي فات اشتغلوا علينا كويس الكلام ده كله، احنا جبنا جون الشوط الاولاني كان في شويه ثقه، بس طبعا انت عارف ان اللعيبه لعيبه النادي الاهلي ما فيش الكلام ده، نزلنا الشوط الثاني ربنا كرم جالهم ضربه جزاء، انا ما اعرفش يعني ما اتكلمش انا في الموضوع ده، بس ربنا يكرم الحمد لله، ما اول ما حسينا ان احنا تعادلنا الفرقة كلها ركزت زي ما اول ما ركزين من اول دقيقة لاخر دقيقة، الحمد لله جبنا المكسب وكسبنا الحمد لله. فرق 14 نقطة دلوقتي، قربنا ان شاء الله نفوز بالبطولة، ولا شايف ايه؟ اكيد طبعا ان شاء الله، بس اللي جاي نكسب بس ان شاء الله الفترة الجاية، واي الماتش الجاي اصعب من اللي فات، وربنا يكرم ان شاء الله، عايزين نحسم الدوري بس ان شاء الله. كبيرة من جهاز المنتخب، انضمام محمد الشناوي لمنتخب مصر في معسكر مهم، ويسبق طبعا بطولة كأس العالم، وهي بطولة اكثر اهمية وكل او حلم كل لاعبي مصر ان هم يشاركوا في هذه. والله انا قلت ان دي ثقة كبيرة جدا من الجهاز الفني من تحت مستر كوبر طبعا، ثقه كبيره، وكابتن احمد نجي طبعا انا بشكرهم طبعا بالثقه ديت، وده بيزيدني عبء للتركيز الفتره الجايه، وان شاء الله رب يكرمني كده في الماتشات الجايه مع الفرقه طبعا، ان الفرقه دي اللي هي اللي بتعمل كل حاجه، واحنا مركز عشان ربنا يكرمنا، وهم طول ما هم مركزين احنا كلنا مركزين عشان كل واحد يوصل اللي هو عايزه، وان شاء الله منتخب مصر ده حاجه كبيره لاي واحد يكون موجود في منتخب مصر. شكرا يا امير. ده كان لقاءنا محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، واللي بيأدي يمكن اداء اكثر من رائع خلال المباريات السابقه. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله لحسم هذه البطوله الهامه، بطوله الدوري العام للموسم الثالث على التوالي.